فهل يجوز لهم ذلك؟ التصوير لا يجوز، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، أخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة تجمع الصور التي صوروها فيعذبون بها في نار جهنم، يعذب في كل صورة صورها والعياذ بالله، ويؤمر أن ينفخ فيها الروح. هل يقدر أحد على نفخ الروح إلا الله؟ ولكن هذا من باب التعذيب والتعجيز لهم. لا يجوز التصوير إلا للضرورة، للضرورة التي لا بد منها، أما غير الضرورة، التصوير للفن، التصوير للاقتناء والذكريات، هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة، يقول لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبر مشرف يعني مرتفع، هذا غلو في القبور، إلا سويته مع القبور، ولا يكون له ميزة وارتفاع. هذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، وعلي رواه للأمة وهو موجود في صحيح مسلم: ولا تدع صورة إلا طمستها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيء فيه تصاليب، يعني صور، صور صليب، إلا نقضه، يطهر بيته من الصور، إلا الصور الضرورية التي لا بد منها، فهذه تجوز للضرورة، ويجوز الاحتفاظ بها للضرورة. أما ما عداها للهواية، للذكريات، للفن، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الملائكة كما في الحديث الصحيح: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. إذا لم تدخل الملائكة في بيتك تدخله الشياطين، لابد. إذا لم تدخله الملائكة دخلته الشياطين، فإذا دخلت الملائكة لم تدخل الشياطين، لأن الملائكة والشياطين لا يجتمعون أبداً. نعم.